I have to hand her my stuff, so. There's Troy, look. The best part. No. Rasad. السلام عليكم يا عصابة الرعب، بتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من المخلوق الغريب الذي عثر عليه في مكان مهجور إلى الرجل الذي هاجمه الجن، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد الأشياء المرعبة وجدت في أماكن مهجورة، فلنبدأ على بركة الله. رقم 1. إن تذكرتم كنا قد نشرنا في حلقات سابقة فيديوهات لمغامر من التشيك يدعى بونو. لديه قناة على اليوتيوب ينشر فيها مغامراته المشوقة وهو يستكشف أماكن خطيرة جدا، لكن هذه المرة يقول بونو بأنه مر بأكثر تجربة مرعبة في حياته وندم عندما ذهب لاستكشاف ملجأ مهجور تحت الأرض يوجد في منطقة نائية بعيدة وسط الغابة. المهم عند وصول الشاب للملجأ في الأول وليكون آمنا، قام بجولة سريعة وتفقد المكان ليتأكد من أنه يوجد بمفرده في الداخل قبل أن يبدأ في الاستكشاف. بعد ذلك ترك بعض أغراضه في إحدى الغرف وبدأ في استكشاف المكان، لكن لم يمر وقت طويل حتى بدأت تحصل لبونو أشياء غريبة. Yeah, this is just, I'm gonna go there. So, here, this is the room. Close it. This is the room where I have my stuff. This is the little thing I keep my gimbal in because it's kind of fragile. But, أغلق بونو باب الغرفة والصدار على الفور، فوجد بأن الباب قد فتح من تلقاء نفسها. قد يبدو هذا الأمر عاديا، لكن بعد ذلك ستصير الأمور مخيفة وغريبة أكثر. Freak, that scared me. Is that? Hello? Okay, so. No way, this. It's not plugged in. You see the wire? سمع بونو رنين الهاتف، وعندما ذهب لاستكشاف الأمر وجد بأن ذلك الهاتف القديم هو الذي كان يرن، لكن الغريب هو أن الهاتف غير متصل بأي خط ومن المستحيل أن يعمل. وفي هذه اللحظة بدأ الشاب يحس بأن هذا المكان غريب وغير طبيعي، وبدأ يحس بعدم الأمان خصوصا وأنه لوحده في هذا المكان المظلم والمهجور. لكن رغم ذلك كان بونو شجاعا واستمر في استكشاف الملجأ، لكن ما حصل له بعد ذلك كان مرعبا. So I'm here at the entrance. It's already kind of dark, and I went again through the whole complex, and there's just no one there. So either they ran away or
I don't know, they did it remotely or it's just like the phone is haunted, I don't know. I like to like not think that someone is caused by haunting till it's just completely un like, you know, till you just can't explain it by anything, by anything. But no. ارتفع ذلك اللوح المعدني الثقيل عن الأرض من تلقاء نفسه ثم سقط. وفي هذه اللحظة شعر الشاب بالخوف وأراد الهرب من المكان، لكنه تذكر بأن أغراضه لا زالت موجودة داخل إحدى الغرف، لذلك اضطر للعودة إليها لاسترجاعها. لكن ما رآه بعد ذلك كان مرعبا لحد كبير. Was kind of far, but I think in this direction. I think it was far, but okay. I have to go for my stuff, so. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. Okay. I have to go for my stuff, so. سمع بونو صوتا غريبا فتوقف في مكانه لمحاولة معرفة مكان الصوت. وعندما كان ذاهبا لتتبع مصدر الصوت، فجأة صورت الكاميرا شيئا ما أو شخصا أسود بالكامل بدون ملامح. بعد ذلك اختفى بسرعة قبل أن يراه الشاب، ولم يدرك وجوده حتى نشر الفيديو في قناتها. وبدأت تصله رسائل كثيرة من المشاهدين تخبره بظهور ذلك الشيء. وعندما عاد الشاب مشاهدة الفيديو، قال بأنه متأكد بأنه كان لوحده في ذلك المكان، وليس لديه أدنى فكرة عن ماذا قد يكون ذلك الشيء. وكالعادة في الآخر يبقى الحكم الأخير لكم، شاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 2. And I think it's just a collapse into the into tunnel system. يعود هذا الفيديو لشهر أبريل من سنة 2020، وقد نشره رجل يدعى سيف في قناته على اليوتيوب. يقول سيف بأنه في هذه الليلة قرر الذهاب هو وصديقه لاستكشاف أنفاق مهجورة تحت الأرض. وبينما كان يصور المكان، التقطت الكاميرا شيئا مخيفا لحد كبير. حسب ما يقول سيف، فإنه أثناء استكشافه للمكان بدأ يسمع بعض الأصوات الغريبة، لكن ما أخافه أكثر هو عندما أحس وكأن أحدا ضربه في عنقه من الخلف. ويقول بأنه في هذه اللحظة كان صديقه أمامها. المهم، أثناء استكشاف المكان لم يرى سيف وصديقه أي شيء غير عادي. لكن في اليوم الموالي، وبينما كان سيف يراجع الفيديو الذي صوره داخل الأنفاق، وجد فيه شيئا مخيفا لحد كبير. وهذا هو التسجيل. They've done an explosive demolition in the top section, and I think it's just a collapse into the tunnel system itself. It's tunnel. It's amazing, isn't it? Really small. Really.
Okay. Yeah. There's drawer. Look. The best part. Yeah. I think these are, a lot of these are slates. The big slate slabs on these floors. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. Should have figured a grain fault. Show itself just there. It's been played about half speed. Now watch. Now. See it? يبدو كما لو أن شخصا أو شيئا ما أسود ومظلم مر أمام السيف وصديقه دون أن ينتبه إليها. يقول السيف بأنه دخل لهذه الأنفاق في وقت متأخر من الليلة، ومن المستبعد جدا أن يكون شخص ما لوحده في ذلك الوقت يمشي داخل الأنفاق بدون مصباح ولا إضاءة. لذلك يعتقد بأن هذا النفق مسكون وبأن ما ظهر كان جنا حقيقيا، خصوصا وأنه كان يبدو شفافا وبدون ملامح. لكن في الآخر يبقى الحكم الأخير لكم، شاركونا رأيكم في تعليق. رقم 3. هذه الصورة والفيديو المتعلق بها انتشر مؤخرا بشكل جنوني، وطلبتم مني التكلم عنه والتحقق من مصدرها. فحسب ما تقول كل الصفحات التي نشرت الفيديو، فإن شخصا دخل لمبنى مهجور وبالصدفة عثر على هذا المخلوق الغريب. المهم عند البحث تمكنت من العثور على المصدر الأصلي لهذا الفيديو المنتشر. الفيديو نشرته قناة يابانية على اليوتيوب في شهر مايو من سنة 2022. في التسجيل يظهر صديقين يمشيان بجانب طريق في وقت متأخر من الليلة. بعد ذلك سمع صوتا غريبا يأتي من داخل مستشفى مهجورة، فقرر المغامرة والدخول لمعرفة مصدر الصوت، وهذا ما حصل.本当に?行ければ。おお。満月。とりあえず行ってみましょう。聞こえました?あれ?ちょっとまた。ちょっと待って、ちょっと静かにして。ちょっと。え?どうしたんですか?ここ、本当にやばいかも。 やばいっすか?え、どうしたんですか?はい。ちょっと待って。あ、待って。ちょ、待って。やばい。やばい。ああ、なんか来る。ちょっと待って。やばいって気抜いたら。入ってくる。入ってくる。 يبدو بأن هذا الشاب قد أصابه مرض شديد لدرجة أنه أغمي عليها، وعندما استيقظ لم يجد صديقها، وعلى الفور ذهب للبحث عليه. وعندما اقترب من الحمام الخاص بالمستشفى بدأ يسمع بداخله أصوات غريبة تشبه صوت القطط، وعند دخوله وجد صديقه جالسا بالداخل، لكن ما حصل بعد ذلك كان مرعبا. あれ?
فجأة تحولت ملامح صديقه وصارت عيناه شديدة السواد بشكل مرعب، وأصبح وجهه مثل القطة، ومن خلفه ظهرت أيدي صغيرة. وفي هذه اللحظة قفز الشاب من شدة الخوف وهرب مسرعا. صراحة الفيديو مرعب لحد كبير، لكنه ليس حقيقيا كما قالت كل الصفحات، لأن القناة التي نشرته ذكرت بأن هذا مشهد تمثيلي، والصورة المنتشرة كذلك ليست حقيقية، فقد تم أخذ صورة من هذا المشهد وتم التعديل عليها. وكالعادة أقول لا يجب التصديق بسرعة لكل ما ينشر على الإنترنت. رقم 4. Sarah, engkaulah gadis pujaan, siramilah. شاب أندونيسي قرر المغامرة والذهاب في وقت متأخر من الليل لاستكشاف مدرسة مهجورة يقال بأنها مسكونة بالجن. عند وصول الشاب للمدرسة قام بفتح بث مباشر مع متابعيها، وكما تعلمون فالبث المباشر من المستحيل التعديل عليها. المهم، بينما كان الشاب يستكشف المكان بالصدفة صورت الكاميرا شيئا مخيفا ولا يصدق، فلنشاهد التسجيل. Sarah, engkaulah gadis pujaan, siramilah rasa rindu, terbanglah bersamaku, menguru di hatiku, Sahara, oh, Sahara. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. يمكنكم ملاحظة بأن الخزانة كانت بداخلها دمية كبيرة لديها وجه مرعب. استدار الشاب بالكاميرا، وعندما عاد اختفت تلك الدمية في لمح البصر وكأنها لم تكن موجودة. لم ينتبه الشاب في تلك اللحظة لما حصل، حتى بدأت تصله رسائل كثيرة من متابعيه في البث تخبره بأن الدمية اختفت، وعندها أصيب بالخوف وقرر إنهاء هذه المغامرة على الفور. فما رأيكم؟ إذن كانت هذه بعض المشاهد لأشياء مرعبة وجدت في أماكن مهجورة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. دمتم في أمان الله وشكرا لكم.